صباح الخير واهلا بيكم في الفقره الثانيه لبرنامج استراحه. من ايام وتحديدا كان يوم 8 مارس تم الاحتفال باليوم العالمي للمراه، وخلال ايام كمان هيكون الاحتفال بعيد الام. كل ام وهي طيبه وبخير. وكما يقال دوما ان المراه هي نص المجتمع، فلازم نطمن على سلامه الصحه النفسيه للمراه بشكل خاص. وهل المجتمع بيوفر الصحه النفسيه للمراه علشان تمارس دورها بشكل سليم؟ وعشان يتم التناول بشكل علمي هتكون معانا دكتور ياسمين محمود، عضو المكتب العلمي للقاهره الادويه. صباح الخير، ازيك يا دكتور؟ صباح النور، ازيك يا امي؟ مبسوطه اكون معاكي ومبسوطه ان انا اكون موجوده معاكم دايما ان شاء الله. واحنا يا دكتور فرحانين جدا حضرتك معانا. ميرسي يا قمر. خلينا نتكلم كده بشكل علمي، علاقه الانسان بنفسه بتاثر على علاقته بالاخرين؟ طيب، هو علميا الانسان من اول ما بيتولد بيكون في اتصال دائم مع نفسه، بيسموها الانترا كوميونيكيشن، يعني داخلي، ده احساسه الداخلي. فاحساس الانسان بنفسه ومشاعره الداخليه، هو لما بيتواصل مع نفسه بشكل صح هيتواصل مع الاخرين بشكل صح. وعلى فكره اتصال الانسان بذاته بيبدا من بدايه حياته او مولده لحد مماته، ولا يتوقف حتى اثناء النوم. وهو نايم برضو عقله الباطن بيبقى شغال، عشان كده في قوة العقل الباطن، في ناس بيستغلوها كتير قوي، ودي حاجة علمية، وفي ناس بتقدر ان هي تستخدمها ان هم يخلوا حياتهم افضل. طيب يا دكتور، عايزين برضو نعرف الضغوطات النفسية اللي بتتعرض ليها المرأة في المجتمع. بالنسبة للمرأة طبعا كل سنة وكل أم طيبة، احنا شهر مارس في يومين مميزين، يوم المرأة العالمي وعيد الأم. كل سنة وكل الأمهات وكل مرأة طيبة، وكل سنة بقى أعياد للمرأة. مشكلة المرأة اللي احنا إلى حد ما مجتمع ذكوري، فمجتمع ذكوري يعني في ضغوطات بتواجه المرأة، سواء في شغلها، سواء في البيئة اللي هي قاعدة فيها، سواء في المجتمع. بس الحمد لله يعني الدنيا ماشيه الافضل، وحتى الست دلوقتي بقت قويه سبت جدارتها وبقت هي عارفه حقوقها والقانون والمجتمع بدا يعني يتلافى المشاكل دي. كمان يا دكتور عايزين نتكلم ان المراه هتقدر تتغلب على المشاكل اللي بتواجهها من المجتمع، هيبقى عندها الطاقه والقدره بقى ولا هنستنزف طاقتها؟ عايزه اقول لكل ست ولكل بنت، اشتغلي على نفسك، اشتغلي على نفسك، اقري كتير وتعلمي كتير. مجرد ما انت تشتغلي على نفسك وتحسني من نفسك وتقدري تحسني من جوده حياتك، ده هيديكي ثقه في نفسك وتقدري تواجهي ضغوطات المجتمع. الانسان اللي عارف حقوقه واللي عارف واجباته بيقدر ان هو يتغلب على كل الكلام ده. طبعا الانسان عدو ما يجهل، فاحنا مش عايزين المراه تجهل اي حاجه. اكيد المراه اقوى من كده بكتير. تمام. هل يوجد اسباب للسعاده ولا احنا بنبقى فرحانين كده اطلاقا؟ ما خلي بالك، انا الناس اللي تلاقيها فرحانه كده او على المطلق دي الناس السويه نفسيا، او اللي قدرت توصل. ما فيش حد سوي نفسيا بنسبه 100%. بتتصالح مع نفسها ومع اخطائها ومع ظروفها. كل ما الانسان يحط اشتراطات للسعاده واشتراطات كتيره، كل ما هيفشل ان هو يكون سعيد، لان السعاده هي غير مشروطه. يعني انت لازم اقل المكونات واقل المتطلبات تخليكي سعيده. ربنا متطلبات الانسان الاساسيه هي حاجات بسيطه تقدر تخليه سعيد، اللي هو علاقته بربنا، الروح والاكل مثلا، ان هو يكون في بيئه امنه. اكتر من كده بقى طبعا كل ما بعلي اشتراطات السعاده كل ما بفشل ان انا اكون سعيد. طب هل يستطيع الحب يا دكتور شفاء الانسان؟ طيب، الحب من الحاجات الجميله جدا ومن المعاني الجميله، بس هو تعريف كل انسان للحب بيختلف من واحد لتاني. خلينا نتكلم عن الحب بمعناه المطلق، بمعناه الكبير، مش شرط انه يكون حب ما بين ذكر وانثى. الحب ان انا بحب ربنا، ان انا بحب المجتمع، بحب الناس، بحب مخلوقات ربنا، اجلال ربنا في كل خلقه. المحبه الانسان دايما المحب بيبان عليه وبيبان على تفاصيله. وطبعا لا، احنا اتعلمنا للاسف حاجه غلط، ان الانسان اللي بيحب نفسه بيكون انسان اناني. لا، الانسان لو حب نفسه هيقدر يحب الناس التانية ويقدر يقدم لهم. الحب تاني اكبر طاقه بعد طاقه الصلاه والاستغفار، بتدي للانسان استمراريه على الحياه وان هو يعيش حياه سعيده وسويه. طب ازاي يا دكتور نرجع بقى تاني، ازاي يا دكتور نقدر نطور نفسنا ذاتيا، وبالتالي بقى نطور نفسنا بقى في الوعي وفي كل حاجه، ازاي نبدا بالتطوير ده؟ طيب، احنا عندنا الانسان عموما، اي انسان مكون من ثلاث اجزاء: جسد فكري، جسد مشاعري. الجسد الفكري اللي انا بفكر بيه، الجسد المشاعري اللي انا بحس بيه، الجسد بقى المادي اللي هو ايديا ورجليا وكده، الملموس اللي انا بشتغل بيه وبطلع وبنزل وكده. كل دول جوه الروح. طبعا الروح دي انما روحه من امر ربي، فدايما الانسان كل ما يتصل بخلقه، تلاقي مثلا الرهبان بيبقوا سعيدين جدا، الرهبان البوذيين برضو بيبقوا سعيدين، الشيوخ هتلاقيهم اكثر سعاده لان هم
قادرين يغذوا جانب الروح. طيب الفكره كلها ان انا اقدر اعمل بالانس او معادله للثلاث اجزاء اللي احنا اتفقنا عليهم، جسد المشاعري مع الجسد المادي اللي هو الجسمي، انه احافظ على اكلي، احافظ على رياضتي، احافظ على كل متطلبات حياتي ان اكون بمأمن. الجسد المشاعري انه دايما ابعد عن الحزن، عن القلق، ابعد عن التوتر، ابعد عن كل مشكله ممكن تسبب لي انه اكون محبط، ابعد عن الناس اللي بيدوني طاقه سلبيه. الطاقه الايجابيه هتعلي لي مشاعري وتخليني دايما بكون انسان بوزيتيف، بكون انسان مؤثر. اخر حاجه بقى طبعا الجسد الفكري، محتاج دايما ان انا انمي فكري وانا دايما اكون بتعلم. ما هو اول ايه نزل في القران اقرا، ربنا سبحانه وتعالى نزل اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، لانه الانسان عدو ما يجهل. فطول ما انا بقرا وبطور من نفسي، طول ما انا قادر اعمل تعادل للثلاث اجساد بتاعتي واعيش سوي نفسيا ومبسوط. دور المراه بقى يا دكتور في الاسره المصريه؟ المراه في الاسره المصريه، المراه هي عمود الاسره المصريه، هي زي ما بيقولوا كده بالبلدي رمانه الميزان. فعلا. المراه البيت الناجح هتقدر تلاقيه من ست ناجحه. صعب جدا ان البيت يعيش من غير ام، لان الام دورها محوري واساسي. في الاب طبعا الاولاد بيبقوا معتادين شويه ان هو يبقى خارج البيت لظروف، مسافر، ضغوطات الحياه، ضغوطات العمل، يعني بيقدروا ان هم يستغنوا عنه. لكن الام هي الاخلاق، هي التربيه، هي المتابعه، هي النتائج اللي بعد كده. هتلاقي الاسره الناجحه هي ام ناجحه فعلا. طب تهميش دور المراه واقصائها من بعض المهن؟ طبعا اقصاء المراه من بعض المهن قل بشكل كبير جدا في الفتره الحاليه، لكن في بعض المهن المهن اللي بتحتاج مجهود بدني قوي. بس احنا كمان شفنا نماذج زي اول عمده، اول مأذونة، دلوقتي حتى النيابه، سياده الرئيس السيسي خلى المراه في سلك النيابه وسلك القضاء، يعني فالموضوع بدانا ناخد حقوقنا. حتى قانون الاسره دلوقتي لو اثبتنا جدارتنا في المكان اللي بنبقى فيه، يعني لانه هي الست عموما بتمتاز عن الرجل، تركيبتها الفسيولوجيه كمان، التركيبه الفسيولوجيه، وان هي مالتي تاسكينج، بتقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، المهام كلها في حاجه واحده، فده بيأهلها ان هي تكون ناجحه. والست دايما عندها ريزيستنس وعندها صبر اكتر من الراجل. طب عايزه اقول لك كده، يعني حضرتك دكتور تمام؟ تمام. وامراه تمام. المراه خدت حقها احنا شايفينه، بس خدت حقها اللي هي تستحقه في المجتمع؟ احنا بصدد انه هي تاخد الحق الكامل بتاعها. بس طبعا زي ما اتفقنا في المجتمعات الشرقيه الموضوع بيبقى بصوره اقل. دايما تلاقي مثلا الرجاله يقول لك ايه، مثلا انا هاخدها عامله، وبعد ما يكتب الكتاب انا مش عايزها عامله، عودي. ما احنا اتفقنا بقى انه الست لو عارفه حقوقها وواجباتها واتفاقاتها وهي قويه بذاتها، مش هتضغط، يعني مش هترضخ لضغوط، وهتبقى هي عارفه اللي ليها واللي عليها. من هنا بقى كل الوسائل اللي بتنشط حقوق المراه والمبادرات للمراه وتعليمها ومحو الاميه. محو الاميه مش بس قرايه وكتابه، محو الاميه الانسان يبقى عارف حقوقه وواجباته، فبالتالي لا هي مش هترضخ. في ناس كتيره بتجهل بحقوقها وواجباتها. بالظبط. طيب ضغط المجتمع على المرأة بيخليها مثلا تحس بالتنمر وتلجأ لعملية التجميل؟ دي اكتر حاجة انا ان شاء الله في مبادرة عاملاها بالتعاون مع اعلام جامعة القاهرة، كلية الاعلام، ومعهد البحوث البيئية. دور المبادرة دي ايه؟ المبادرة اسمها انت احلى زي ما انت. في ضغط مجتمعي، انت احلى زي ما انت، ربنا خلينا حلوين اصلا. في ضغط مجتمعي دلوقتي على المراه ان هو يخليها بشكل معين وبوزن معين وبصوره معينه. الضغط ده مش لصالحها. طبعا هي المراه دايما بطبيعه المراه وبفطرتها هي مياله ان انوثتها تكون كامله وان هي تكون شخص كامل، لكن الضغط المجتمعي الزياده خلاها تلجا لعمليات التجميل، خلاها تلجا لاستخدام الميك اب بطريقه اوفر، خلاها تلجا ان هي تحط نفسها في قوالب مش بتاعتها، واوقات بتستخدم عمليات التجميل والحاجات دي بطريقه غلط بتاثر على نفسيتها. فحلو ان انا اشتغل على نفسي، حلو مثلا انه اصل لقوام كويس، حلو ان انا يبقى شكلي لطيف، لكن الغلط اني ابالغ في ده او ان انا اعتبر اي نقص فيا ده نقص في شكلي، ده نقص فيا، لا، لان انت ربنا خلقك كده، فانت اكيد حلوه زي ما انت، وربنا خلق لكل ست روح جميله جواها. اي نقص في المراه او لو في ديفون نصلحه. بالظبط. اي نقص خارج عن ارادتها حبت تصلحه تصلحه، حبت تتصالح معاه. وهنا ياتي اهم حاجه في المراه، ان هي القبول. القبول والسعي، ان هي بتقبل من نفسها زي ما هي وتسعى دايما ان هي تطور نفسها للافضل، بشرط ما يكونش تحت ضغط
مجتمعي ولا ضغط من اي حد، تكون هي من جواها اللي عايزه تحقق ده. طب الاضطرابات النفسيه المعاصره ازاي نتعامل معاها؟ الاضطرابات النفسيه المعاصره طبعا دي للذكر والانثى على حد سواء الراجل والست، بس الست عشان تحت ضغط مجتمعي معين بتتاثر اكتر خلاص. يعني اشهر حاجه دلوقتي اللي هو المرض بتاع الباي بولر اللي هو ثنائي القطب، ده مشهور يعني 60% من المجتمع، وده اي انسان يلاقي نفسه ان هو بدا يبقى عنده مشاكل نفسيه، ميل للاكتئاب، ميل للحزن، ميل ان هو يتغير ساعات نوم. اول اشاره لمرض ثنائي القطب اللي هو الباي بولر، هو ليه اسمه باي بولر؟ لان هو نوبات هوس ونوبات اكتئاب، نوبات هوس ونوبات اكتئاب، ممكن نوبتين هوس مثلا بيجي في سن ايه؟ في سن ولا بيجي من اول الانسان ما يبقى بالغ عاقل يعني من 18 او 20 سنه، وده نتيجه لايه؟ نتيجه لضغط المجتمع، نتيجه لزياده الطموح، نتيجه للاحباطات اللي بنواجهها حتى في موضوع كورونا والضغط اللي كان موجود على الناس، فبدا ناس كتير جدا يجي لهم باي بولر. هي مش حاجه مخيفه وحاجه نقدر نتعايش معاها سواء اكتشفتها في نفسي او في غيري، بس بانصح كل الناس ان هم يلجا لمتخصص عشان يتخلص من ده ويشتغل على نفسه. وفي حاجه حلوه او بشرى بحب اقولها، عاده مرضى ثنائي القطب بيكونوا ناس مبدعين، بتبقى عندهم، فهو عشان مبدع ومش متوفر له بيئه كويسه فبيبدا ان هو يصاب بالمرض ده، فكل ما انه يشتغل على نفسه والناس تساعده اللي حواليه، الناس اللي بتحبه تساعده، هيتغلب على الموضوع وهيخف تماما. بشكرك جدا يا دكتور ياسمين، بجد معلومات حضرتك دايما بتفيدنا. ميرسي يا حبيبتي، شكرا ليكي وشكرا لكل الجمهور، وتحت امركم في اي استفسار او تساؤل. وكل سنه وحضرتك طيبه، مراه وام. ميرسي ليكي، شكرا ليكي وانتم طيبين. عايزه اقول ان المراه زي ما ربنا كرمها لازم المجتمع وكل راجل يحترمها ويقدرها. وبمناسبه عيد الام، كل ام وهي طيبه، والام هي حرفيا الشمعه اللي بتحترق من اجل ابنائها. واكتر حد هيتمنى ان يشوفك احسن منه في الدنيا. ولو امي ناجحه النهارده فهي ناجحه عشان ماما. ربنا يخليك يا ماما ويبارك لنا فيكي انا واخواتي. كل سنه وهي مامي طيبه. تسلمي يا دكتور، يخليكي لينا. عايزه اقول ان كده خلصت فقرتنا، لكن حلقتنا لسه مكمله. هروح لفاصل نرجع هوا، بس الديكوريشن الحلو ده عاملاه استاذه شيماء، هتتكلم عنه بتفاصيل اكتر، استنونا. حب نفسك، حب نفسك قبل ما تحب حد، اهتم بنفسك قبل ما تهتم بحد، اشتغل لنفسك قبل ما تشتغل لحد، اعمل اللي عليك للناس بعد ما تعمل كل اللي عليك لنفسك، والأهم من كده إنك تشكر نفسك دايما على تعبها معاك. أهم من إنك تستنى شكر الناس على تعبك إنك تقدر نفسك وتديها اللي تستحقه وزيادة، وما تديش لحد زيادة عن اللي بتديه لنفسك. ده مش معناه إنك تيجي على حد علشانها، بس ما ينفعش برضو تيجي عليها علشان حد. ممكن تكون سمعت كتير عن ناس ماتت بحسرتها، بقهرتها، ناس زعلت لما زعلت نفسها فماتت من الزعل، ناس نامت وقامت مشلولة عشان جت على نفسها، ناس انتحرت وخلصت من حياتها لما كرهت نفسها. محدش في الدنيا كلها له حق عليك قبل نفسك. هيقولوا عنك أناني؟ مش مهم. هيقولوا بتاع مصلحتك؟ عادي. المهم إنك مش هتعرف تسعد غيرك قبل ما تعرف الأول إزاي تسعد نفسك. تسعد نفسك. ناس كتير ليهم حقوق عليك، بس ما تنساش دايما الحق اللي ليك. إن لنفسك عليك حق.